النهارده يا بطل هنتعرف على مخرج صوت الراء. في الاول لازم نلبس جلوفز، والادوات بتاعتنا لازم نستخدمها بطريقه كويسه ولازم تكون معقمه زي خافض اللسان كده بنفتحه، وبعد ما بنستخدمه بنرميه، بنستخدمه مره واحده وبعد ما بنستخدمه بنرميه. يلا يا بطل هنرفع اللسان لفوق. بخرج الصوت طرف اللسان مع ايه؟ سقف الحلق. برفع اللسان لاعلى سقف الحلق. في الاول لازم ينطق صوت اللا قبل حروف صوت الراء. يلا يا بطل لا. لا. ارفع لسان يا بطل. لا. 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 طب كمان مره افتح. لا. 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 لا 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 لا. برافو عليك يا بطل. يلا هنرفع اللسان لفوق. ارفع اللسان لفوق. ايوه هنا افتح فمك. افتح فمك. ايوه ارفع اللسان فوق هنا عند الخافض. برافو عليك. زي ما انا بعمل كده. را. برافو عليك. بيرفع اللسان، بنرفع اللسان لاعلى سقف الحلق باستخدام خافض اللسان، وبننزل الخافض بالتدريج فيخرج صوت الراء. يلا كمان بره. ارفع لسانك لفوق. ارفع اللسان عند ايه؟ الخافض. برافو عليك. شاطر زي ما انا بعمل. يلا يا بطل. را. برافو كمان مره. افتح فمك. ارفع لساني فوق. لفوق. ارفع لساني. ارفع لساني. لساني فوق. ارفع لساني فوق. ايوه برافو عليك. برافو. ارفع لساني فوق. برافو. را. برافو. في الاول بنعمل قبل بدايه التدريب على مخرج الصوت بنعمل تدريبات عشان نمرن بيها عضله اللسان، زي ان هو يحرك اللسان حوالين الشفاه. يلا بطل برافو عليك. بيحرك حرك لسان. برافو عليك شاطر. التدريبات ديت بنعملها في الاول، اللي هو بنعمل تدريبات في الاول لعضلة اللسان عشان ايه؟ تبقى مرنة. يلا كمان مرة بطريقة دائرية جوه الفم. حوالين الشفاه. برافو عليك شاطر. لفوق. لا. لا. برافو عليك يا بطل شاطر. يلا كمان مرة ارفع لسان لفوق. لا. برافو عليك كمان مرة. ارفع لسان لفوق. ارفع لسان. ارفع لسان. ايوه عند الخافض. شاطر. ارفع لسان عند الخافض. هات لسان. هات لسانك. برافو. ارفع. ارفع لسان. ايوه. لا ارفع فمك. ارفع لسان. را. 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 كمان مرة. ايوه ارفع لسان. را. برافو عليك. يلا بطل افتح فمك. را. ارفع ارفع لسان. ارا. طبعا مش من اول مره هيجيب الصوت، بعد محاولات كتير وبعد تدريب اكتر من مره على مخرج الصوت هيبدا يخرج الصوت. زي ما قلنا بنستخدم خافض اللسان وبنرفع اللسان لاعلى سقف الحلق وبينزل بالتدريج فيخرج الصوت. يلا يا بطل كمان مره. ارا. كمان مره. ارفع لسان. ارفع لسان فوق. ارفع لسان فوق. را. 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 رو. ري. هو بيقول وي، يعني هو بينطق بالفتحه والضمه والكسره في الكسره بيقول وي. تمام؟ فاحنا بنشتغل اكتر من مره على مخرج الصوت وبعد كده بنبدا نوظف الصوت بالفتحه والضمه والكسره. را. را. ها يلا بطل. را. 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 رو. رو. ري. 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 برافو عليك. بعد كده بنوظف الصوت في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه. رمان. 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 اسمع الاول. اسمع الاول شاطر. رمان. رمان. يلا قول. قول. رمان.
رمان، برافو عليك. برتقال. برتقال. كمان مرة. برتقال. خد. في وسط الكلمة أحيانا بيبدلوا ياء وأحيانا بيبدلوا لا. نبني في أخطاء في مخرج صوت الراء، أحيانا بيتم تبديل صوت الراء ياء وأحيانا لا وأحيانا غاء. كمان مرة يا بطل. رمان. رمان. بر. برتقال. خيار. 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 في عنده إبدال في صوت الراء في الوسط وفي آخر الكلمة. بعد التدريب أكثر من مرة، برافو عليك، حط يدك على الطاولة. بعد التدريب أكثر من مرة بنبدأ إيه؟ نخرج الصوت. وبنوظف الصوت في كلمات كتيرة في الأول وفي الوسط وفي الآخر. يلا كمان مرة يا بطل. را. را. رو. رو. ري. برافو عليك. رمان. رمان. برتقال. برتقال. شاطر. اسمع الأول. برتقال. برتقال. خيار. خيار. برافو. بعد كده بنوظف الصوت في جمل. أشرب. أشرب حليب. أشرب. أشرب عصير. عصير. بر. برتقال. برافو عليك. زي ما انتم شايفين اللي احنا بندخل الصوت في اكتر من كلمة. اشرب عصير برتقال. كمان مرة يا بطل. اشرب. اشرب عصير. عصير برتقال. برتقال. تمام. لسه في ابدال بنشتغل عليه اكتر من مرة عشان نقدر نوظف بيه الجملة ونوظف الصوت بشكل صحيح. كمان مرة. اشرب. اشرب عصير. عصير بر. برتقال. احسنت، برافو عليك. علاج اللدغه بيتم علاجها حسب استجابه الطفل وعلى حسب قدرات الطفل وحسب الشغل معاه. بيتم ايه؟ علاج اللدغه وبيتم ايه؟ علاجها ومع نطق الصوت بالفتحه والضمه والكسره ونطق الصوت في كلمات كتير في الاول وفي الوسط وفي الاخر ونطق الصوت في الجمل. شاطر يا بطل.